وبعدها نبعدها عن ريشي، وإلا كل ما تحركنا رح يطلع لنا ريشي ويخرب كل مخططاتنا. مثل ما شايف اليوم في كتير شغلات حلوة عم تتحضر. لا تكون مصدقني، من يوم اللي تعرفت عليك ما تركتي ولا لحظة، دائما كنت طلع عليك وشوفك جنبي عم تدعمني. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير يا جدي. بدي اخذ رضا. انا رح ارضى عليكي كانه هو موجود، واتمنى لك تضلي مبسوطه. هي اخذت الرضا من جدي وهلا بدي اياه منك. بتمنى لك السعاده، على طول كنت عم اتمنى لك تنحل كل مشاكلك وتنفتح كل ابواب بوشك. انت حبيبه قلبي، انت يا روحي. ليكي بدي اياكي مثل العاده تضلي قويه وقد حالك. معلش قول شغلة ستي، لو جدي لساته عايش كان ضل عم يتغزل فيكي. طالعة بتاخدي العقل اليوم. كان بده يتغزل فيكي وعطول يمدحك، لأن بكل حياته ما حدا اهتم فيه واحتفل بعيد ميلاده هيك. بتصدقي كان رح ينبسط كتير، بس مع الأسف راح وبطل موجود. لو كان عايش كان رح يحبك وتفرحي له قلبه كتير. وأنا ما بعرف كيف بدي اشكرك على هاليوم، ما رح انسى كل حياتي من فرحتي. وانا ما رح انسى. الشيء الوحيد اللي مزعلني اني كنت بتمنى يكون هون ويشوف شو عم نعمل من شانه وكيف رح نحتفل له. بس جدي هون، مو انت هيك قلتي انه هو معك ما بيتركك؟ هو عايش بقلوبنا كلنا وشايف فرحتنا. من كل قلبي بتمنى لك السعادة. خلصتي تجهيز ولا في شي بدك يعني أعمله وساعدك فيه؟ كل شي جاهز ستي، وما في داعي تعذبي حالك بشي. وكل الشغلات اللي طلبتيها من الحلو مشان الضيافة والمراسم جاهزة وعملتها كمان. شفت؟ هي هي مرت حفيدك اللي عم أحكي لك عنها، ما بتنسى شي أبدا، حبيبة قلبي وبنتنا لاكشمي. شوفي نيلان، هاي الضيافة. لحظة، هلأ بيبلش شغلنا. وقفي. شوفي نيلا، ليكي التوم رح يبين مثل الكاجو بقلبها، إذا حطيناهن على الضيافة لما تفوتها لاكشمي رح تصير مشكلة ورح تتبهدل قدام الكل. رح تبين إنه حطيت بدل الكاجو توم بالأكل ونزعت الضيافة. شو رأيك؟ مو فكرة منيحة؟ إيه خطة منيحة، بس كاريشما لا تنسي هاي للمراسم وهي لعيد ميلاد بابا لنتذكره بالخير بيومه. مزبوط بدنا لاكشمي تخجل وتتبهدل قدام الكل، بس ما بدنا نخرب الحفلة. يعني نحن ما رح نعمل شي؟ طبعا رح نعمل. شيلي شوي من الضيافة بصحن تاني وضيفي التوم على الباقي. ما فكرت بهالشي أبدا، لهيك أنت قادرة تدبري كل أمور هالبيت. بعرف دبر أمور البيت ودير بالي عليه، بس لاكشمي ما عم لاقي حل معه. رح أموت لحتى بهدلها وأمسح فيها الأرض، بس ما بدي خرب حفلة بابا. حاسة فيكي. خلينا نعمل مثل ما قلتي، منشيل شوي ومنضيف توم على الباقي. إيه بس انتبهي، بالأول حطي التوم بالخل والملح وبعد غسليهم منيح مشان تروح ريحتهم. ما بدنا حدا يشم الريحة ويعرف، لازم يتفاجئوا لما يشوفوا الحكيم ويعرف إنه هذا توم. حلو، يلا رح نفذ. والملح. أعطيني معلقة بس. هذا خالص نيلا، وهلأ خليني شيل شوية أكل بصحن لحال. مسكي شيلي أنتي، معناتها هيك بس تخلصي شيل. أضيف التوم اللي عنا على الباقي مو؟ يلا رح أشيل فوراً.
بتوقع هيك بكفي. تمام، هاتي هدول لك. هاتي الغطا، لازم نخبيهم فورا. كاريشما، لما الكل يبلش ينزعج وقتها رح أقلك روحي جيبيهم من جوا ورح تفوتي تاخديهم من هون لنكمل الحفلة. تمام، يلا هلأ خلينا ناخد هالتوم ونصفه. شوفي عن جد طلع مثل الكاجو بقلب الضيافة. طلعي تمام كاريشما، بس انتي لازم تتأكدي انه هذا الصحن رح يتقدم للمراسم. وقت العالم رح تفكر انه لاكشمي نوعت بهالأكلة وعملت قسم مو منيح مشان تخرب الحفلة، بس وقت انا بتدخل لزبط الوضع.